ياسين المنصوري، عين مغربية لا تنام. عين المغرب. في السنة الثانية بعد 60 من القرن الماضي سمعت مدينة أبي الجعد المغربية أول صرخة لمن سيصبح بعد ذلك بعقود عين المغرب على العالم كرئيس لجهاز المخابرات الخارجية لاديجيت. محمد ياسين المنصوري المسؤول الأمني المغربي الذي يتولى رئاسة المخابرات الخارجية للبلاد نشأ في بيت فقه وعلم ودرس في المدرسة المولوية مع جلالة الملك محمد السادس وتقلد مناصب رفيعة ويحظى بسمعة طيبة وسط المثقفين والناشطين والسياسيين. ابن الفقيه. والد المنصوري هو القاضي عبد الرحمن المنصوري وهو مثله الأعلى في الحياة. ينحدر هذا العالم من بزو واسمه معروف في أوساط المقاومة بتادلة والشاوية، ويتقاسم الابن مع والده العديد من الصفات كحب التنقيب، الصرامة الأخلاقية ومرونته في ربط العلاقات مع الآخرين. وخلال طفولته التي قضاها في أبي الجعد مسقط رأسه وقبل التحاقه بالمدرسة المولوية تمكن طفل ياسين من حفظ القرآن وحرص على ألا تفوته فريضة الصلاة في وقتها، إلى جانب قراءته كل الكتب التي يجدها بين يديه بفضل معرفته لأصدقاء والده. التجربة المهنية. درس المنصوري رفقة الملك محمد السادس بالمدرسة المولوية وحصل على الإجازة في الحقوق وعلى شهادتي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام بجامعة محمد الخامس في مدينة الرباط، ثم تدرب بداية التسعينات في الشرطة الاتحادية الأمريكية. التحق محمد المنصوري بديوان وزير الداخلية السابق إدريس البصري الذي كان يعتبر الرقم 2 في الحكم بعد الملك الراحل الحسن الثاني، وكان يطلق على وزارته في ذلك الوقت اسم الوزارة الأم. وساهم المنصوري في الإشراف على الانتخابات التشريعية في عهد الملك الحسن الثاني، ثم عين عام 1999 مديرا لوكالة المغرب العربي للأنباء. وفي 2003 تولى المنصوري مهام والي مدير عام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية. عاما بعد ذلك وبالضبط في 2004 شهد المسار المهني للمنصوري نقلة نوعية بتوليه أحد المناصب الحساسة في البلاد ليصبح مديرا عاما للمخابرات الخارجية المسمات المديرية العامة للدراسات والمستندات والمعروفة اختصارا باللاديجيت، وهو أول رجل مدني يتولى هذا المنصب الحساس بعدما نال ثقة الملك محمد السادس خصوصا أنه درس معه. رجل الصمت. جاء تولي المنصوري لهذا المنصب بعد عام على تفجيرات 16 من مايو 2003 التي ضربت الدار البيضاء وقتل فيها نحو 45 شخصا ودفعت المغرب إلى إعادة صياغة سياسته الأمنية. ورغم الملفات الكبيرة والحساسة التي يشرف عليها فإن المنصوري يراكم النتائج بصمت، خصوصا أن القريبين منه يصفونه بكونه ينصت أكثر مما يتكلم. وتصف الصحافة المحلية المنصوري بأنه العين التي لا تنام بالنظر إلى الملفات المهمة التي يشرف عليها وأنه قليل الكلام ولا يكاد يحصل منه الإعلاميون بمن فيهم الرسميون على تصريحات إعلامية. كما يعرف أنه قارئ نهم للكتب ويحرص على متابعة الجديد الفكري والثقافي على المستوى العالمي. ويحظى ياسين المنصوري بسمعة طيبة وسط السياسيين ورجال الإعلام في المغرب بالنظر إلى الخصال التي يتمتع بها وعدم وجود مناطق احتكاك بينه وبين التنظيمات السياسية. عودة المغرب لإفريقيا. ياسين المنصوري اليوم يدير ملف الصحراء المغربية وعلاقات المغرب مع عدد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الخارج، كما أنه أحد أقرب المستشارين الأمنيين إلى الملك. ومن الأشياء التي لفتت الانتباه عام 2017 وجود ياسين المنصوري ضمن الفريق الذي عبد طريق عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بعد غياب بدأ عام 1981. ورافق المنصوري وزير الخارجية المغربية حينها صلاح الدين مزوار في تحركاتهما التي زارا فيها عددا من الدول الإفريقية لإقناعها بضرورة الدفاع عن قرار بلاده العودة إلى الاتحاد الإفريقي. مهندس لا ينام. يعتبر رجل مهندس ملفات القضايا الإقليمية والدولية للمغرب والذي لا ينام قرير العين حتى يخطط وينفذ ما يحفظ كرامة الشعب المغربي وأمنه وسمعته. ففي المدة الأخيرة لعب المنصوري دورا هاما وأساسيا في حدثين شغلا بال المنطقة إقليميا ودوليا، ويتعلق الأمر بتهدئة الأوضاع في مالي بعد الانقلاب العسكري الذي تم هناك وأطاح بالرئيس إيبيكا، والحدث الثاني هو الاتفاق الذي تم في بوزنيقة حول الصراع الليبي والذي أشادت به كل الدول واعتبرته بداية ظهور النور من نفق الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات. ياسين المنصوري أيضا كان من أوائل المتطوعين لاختبار اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 والذي ينتظره المغاربة على أحر من الجمر. هو ومجموعة من القيادات الأمنية والعسكرية الأولى في المغرب التي لم تتردد في التضحية بنفسها كي تقدم النموذج وتعطي الدليل على أن انتمائها للبلاد لا يرتبط بالادعاء مثل ما يفعل الكثيرون.